يلا سيري سيري يلا. صلاح هذه الشرطة اللي قدامي يا راجل عمر. والقدام القدام والقدام يا عباد الله القدام القدام. صلاح بغيت ينتقم من فاتي. لا 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 ما يمكنش تخلي هذا الخلا كامل وتقصدي الشجرة. يا ربي نكون هكا نحلم. كانت العصبية ديالي كتخلي بزاف ديال الناس يبعدوا عليا دون زان مومون في حياتي وخدمت عليها. ولا سبونتانيتي ديالي في 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 رد الفعل كان ما كنتش كنحسب له. دابا مع العاج مع التجربه مع كتبداي كتثبتي شويه وكتطوري لسانك بعض المرات عاد تقولي الكلمه. فعلا الانسان العصبي راه كيبعد من الناس ولكن هذاك الانسان العصبي هو اللي كتلقاه زويون قبل الداخل ديالك. وما غتكتبش كلشي لامك وتي خلينا بعدا غندخلوا للكره ونفوحروا البشر ونفوحروا الجمهور يدخلوا الفلوس وديك الساعه نشوف واش غنكتب كلشي لامي ولا غنكتب كلشي لماما. وغالبا غالبا غنكتب كلشي لامي. علاش تعول على الشريك الحياه ديال الله اختي؟ ضروري خاصني نعول على راسي. انا ديما ديما فاش كنوض كنهضر كنقول لهم البنات اللي مازال تيقراو قرايتكم، البنات اللي بغاو يديروا شي حاجه ما تبقيش تقولي ها ولا وما غاديش ينجح. شوفي راه الا ما طحتيش ما غتنوضيش. راه حنايا ما جيناش وصلنا لواحد ليفل، حنا طحنا ودقدقنا وعاودنا نضنا وعاودنا طحنا وعاودنا. المهم هي المحاوله والنجاح بالفشل، والفشل الفشل هو ديك الا ما نحاولش. الا ما حاولتيش فغتفشلي. دونك بالنسبه للسؤال ديالك اللي قلتي ليا، انا ديما مع المراه القاده اللي فلوسها في جيبها اللي بخدمتها. شتي واخا خدمه صغيره، فاش تكون عندك خدمه صغيره كتكوني انت عاطيه قيمه لراسك. اولا الحجاب بعدا بدا تيمشي، وثانيا منين انت معوله على راسك اش مجوجه بواحد لاباس عليه بوك وحبه ماشي بالضروره يزيد لي شي حاجه، ولكن يكون كيزيدني انا كانسانه فيه الكفايه. ما كيهمنيش واش غادي يزيدني شي حاجه في مسيرتي المهنيه. بصح دور كومبوزي صعيب بزاف، عطينا فيه بزاف، خدمت عليه بزاف، كلامني بزاف بزاف ديال لي زيموسيون. صورنا دي سيكونس مانيفيك، دي سيكونس اللي غادي يقيسوا الناس بزاف، وكنظن بلي غادي يقيس الجمهور بزاف. حيتاش غادي يكون حيتاش العلاقه اللي غتكون ما بين حوريه واخوها، اخوها من ذوي الاحتياجات الخاصه. هذا الممثله كتب لي عندها ما تقول علاش تفيقي وكتخرجي قبل مني من الدار باش تجي تسيقي الدروج؟ حشومة عليك فاتي. امسح دموعك وهز راسك الفوق صلاح. خدمة عمرها ما كانت عيب ولا حشومة. عييت نتسنى تنوض وترجل وتقلب على خدمة بحال كاع الناس، ولكن انت في بلاصة تقلب على الخدمة كتقلب عليا انا. انا ما عنديش مشكل تخدمي، انا المشكل اللي عندي مني خدمتي كان عليك تعلميني باش انا ما بقاش نقلب على خدمه. هي هات ثم هي هات. كنت كنصاحبك غتصدق ليا، الساعه صدقتك كنخربق. المراه الى لقات اللي قابلها ويهتم بها ويحترمها يحترمها كون اهتميتي بيا وكنتي مقابلني وعارفه شنو اللي لك وشنو اللي عليك غتعرف مالي، وما غاديش تخليني ديك الساعه كنضرب الكرفي والجفاف على قلبي عند اللي يسوى واللي ما يسواش. شتي عندك هاد السلسله ديال طاليس والكلا ديال بسو هما اللي ضربين الطوب هاد العام الصراحه، كيكلاشو اون ديريكت. كل ما كان كبر كل ما كان زيان الحمد لله، سورتو زاديت في لو بوان وهذا الشيء بدل شويه من الشكل ديالي و ولكن بدل احسن. لا الحمد لله غادي مكان زيان. المهم هو اللي يشكر راسو، الا ما شكرتي راسك شكون اللي يشكرك؟ تكون عندك ثقه في نفسك. بسم الله شتي معدات الكفار الله جات لك الزيت اللي وصيتيني عليه، السكر اتاي العديسات اللعيبات المعونه ديال رمضان كامله. وانا قلت لي الزيت منين جبتي هادشي؟ لا لقيت واحد صحاب المعاونه هنا الفوق قلت لي مرا الوالده مريضه هو داك الشيء. عطاوني الكفار. مريضه واش انا قلت لك؟ مريضه الحمار واش انا قلت لك؟ مريضه واش كتطلب بيا؟ بعتي لواحد اللي ما عندوش مسكين اللي محتاج بها جيبها لي انايا. انا قلت لك جيب لي على الزيت من الحانوت، ما قلتليش بيا السكر. دابا راه غادي نجيب الزيت، مي بانوا لي كيفرقوا الكفاف. قلت لهم الله يرحم باكم راه الوالده مريضه. الله يرحم باكم. واش تمسطي ولا مالك؟ واش تمسطي؟
واش تبسطي ورفق كاين الزيت السكر كلشي رجع لهم هذه سرا فيها الناس اللي محتاجين اللي جيبها لي انا قلت لك جيب لي انا على الزيت جاي كتنهج بحال اللي شاريه من فلوسك سير سير رجع لي القفه ورا طلبت بس قلت لك رجع لي القفه سير بها عباد الله عطا الناس مساكين اللي ما عندهمش وي شحال ما عندناش الزيت راه الزيت اللي قلت لك انا جايب من الحانوت يلا شديه للمولية كنت سموت حنا ما عندنا صافي صافي وسط الضحك كاينه القرايه المعلم والله العظيم الا هاد الهضره اللي تيقول هو راه فري كاين واحد السيده حدانا هنا مشات عند دوك صحاب الجمعيات اللي كيعطيو القفاف لعباد الله مشات عندهم قالت لهم عافاكم راه راجل دار كسيده وتراس من ضروره ما خدام مرتام راه غير نعاس عافاكم الا ما عطيوناش القفاف هضر من هذا ولا ما خدام ما والو جا واحد السيد هنا من دوك صحاب الجمعيات كيسول عافاكم واحد السيده كذا 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 واش نيت هاد الهضره اللي قال ساعتها قلت لا السيده هو تيها راه خرج بالموطور ديالها بحال خرج من الموطور السيده بخير وعلى خير ما به السيده خدامه قال لها قالت لينا انت راه السيد راه طرات ليك سيده وكذا قلت حنا ما فراسنا والو السيد راه بحال خرجني انت بان لنا وحدنا دار وقال لك السيد راه جات عندنا قالت لينا ها كاين وها كاين وها كاين يلاه شنو دير مع هادي رسات راجلها قتلات ودارت ليه كلشي خطر هاد الناس هادو حق الله راه كلفوا الجنه من الرباط فيها زوج من الناس ديالنا هما اللي غيجيو يديروا المحاسبه وداكشي كون هاني ما عندك لاش تخاف ويلي تحاسبوا حتى مع هادوك اللي حطوك تما تبقى غير انت لا 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 كون هاني كون هاني لا لا حتى لا لا دوك الصفحات الفيسبوك كاينين جوج هما اللي كينتقدوا وحده راه بلوكيناها والاخرى راه شرينا ليه تي ماكس اييه تي ماكس 48 ساعه غتلقى الروايد مخشيين ليه في عنقو لا الدري كيطير تبارك الله سي الحاج الدري كاين دوز البيرو صر معايا قهوه سي الحاج رحلتي عائله على قدها ما تقوليش لنا بلاد لا ما نقولش لنا بلاد رحلتي عائله كانوا جيرانك وصيفطت لهم واحد الورقه في الجرده لحتيها لهم من داركم لدارهم ياك وقلتي لهم مالكم ولا اولادكم شتي في شي فيلم شتي في شي فيلم ياك كاينه ولا ما كاينه والله هذه من الحوايج اللي فريمون ندمت عليها وكنتمنى يا لا 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 تتمنى يا ربي شنو سي با غاف مجدوني كنعاودو هادشي الصغر كنتي صغيره كتمنى سمحي لي مجدوني سمحي لي ندمت معلوم لان هذا غلط صخر ماشي ما كانوش مغاربه كانوا دي زغاب مي ماشي مغاربه دي اكسباتري عندنا فوالا كانوا كان هنا واحد الكونسول وهذا تا هو خدام في كونسولا ما شنو شفت في شي افلام عندي يمكن شي 9 سنين ولا شي حاجه السرقه ديال الاولاد وداك الشيء كامل هضرت السيده اللي معنا في الدار جبت عندي واحد الوريقه تبويض وكتبت ليه يا حسن اما اموالكم ام اولادكم دونك كنكتب الكتابه الكبار باش ما نحصلش لما كتكوني صغيره كتكون الكتابه ديال الصغار عيطوا البوليس وباتوا في القنصليه ولا ما عرفت فين وجاو سلموا علينا جاو سلموا علينا باش نمشيو في حالهم وكنتو كتبكيو خافوا على ولاد وانا تنبكي وما كانوا صحابي من روح بالروح انت العقل ديال الصغار تيقول لك شي حوايج ديال الكبار والله العظيم